شقيت حكني ولا يهيت حكني راضي 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 بقلبي خيت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم متابعي الأوفياء في فيديو جديد ووصفة جديدة، إن شاء الله يلقاكم صحة جيدة وحوال طيبة. ونبغي نقول لكم إذا كنتوا أول مرة كتكتشفوا قناتي من خلال ده الفيديو، أكيد إذا عجبكم الفيديو تابونوا معي وفعلوا زر الجرس يصلكم أي جديد. كنتم من المتابعين لا تبخلوا من شي صالح كامل اللي اعتدتوا تعدلوه من لايك بارتاج وتعليق زوين وني بكم. اليوم لها نشترك معكم وصفة للشعر كتعطيه واحد اللمعان وكترطبه وتغديه كذلك، يعني وصفة رهيبة، وصفة ما شاء الله زوينة تبارك الله، ومكوناتها ملي بسيطة. وندوزو على بركة الله. لها نحتاجو ملعقة من مايزينا، ملعقة كبيرة مليئة من مايزينا، وله نضيفوا عليها طافيلات، له نضيفوا عليها شوي من الماء الفايض، كيف تشوفوا راه طايب الماء، له نضيفوا عليها كذلك شوي الماء، وله نحركوها. في الماء الطايب لاه نضيفو كذلك واحد الياغورت مسوس، دانون مسوس، ياغورت ناتور، ونحركو دائما. نضيفو كذلك عندي هنايا مرجان، طافيلات الماء ديال المرجان ديال الزيت، ديك التخت ديال الزيت اللي كيكون عند الناس اللي كتبيع الزيت المعصره وكذا، راه غتلقاوه عندهم. المرجان فوائده ياسر ياسر، فوائده ما شاء الله في البشره، في مرجان يعني راه غني عن التعريف. لين نستعمل كذلك ملعقه منه، حتى الملعقتين، عندي هاد الملعقه راهي شويه صغيره ما هي كبيره حتى. جوج معالق، الا كانت كبيره ديروا فقط ملعقه، عفوا. عندي كذلك الكوك، نواد كوكو، غنحتاج ملعقه، ندير ملعقه من نواد كوكو، راهي بسلي معبرد الحال عندنا هون، كي غيدوب ليا معاه. وله ندير ملعقه من المايونيز، ملعقه من المايونيز، ملعقه مليئه تماما. ملعقه من المايونيز، اي مايونيز عندكم،
تدر. وكذلك بيضة بيضة كاملة بصفار بالبياض، وله نضيف الطافيلات كيف تشوفوا، له نضيف ملعقة من زيت الزيتون. فإلى يعني تقدروا تكتفوا فقط إلى كان بالنسبة للمرجان، يعني هذا المرجان ديال الزيت إلى كان عندكم فتكتفوا بها، بغيت تزيدوه إضافة اختيارية. إلى كان الشعر نشفان قبالة أو مشحت قبالة، في باش ما كانت كان اللي دام في الخلطه، في باش ما كان عطى واحد النتيجه زوينه. وبالنسبه للطافيلات هما اللي ما توفروا على مرجان فيعوضوا بزيت المائده، يديروا ثلاث ملاعق عفوا من زيت العود او زيت الزيتون، ثلاثه المعالق من زيت الزيتون يعوضوهم. وبالنسبه كذلك النواد كوكو، الا ما كان متوفر نواد كوكو تعوضوه بالزبده، الزبده ديال الماكله هذه اللي ناكلو تعوضوا بالزبده، حتى هي عندها دور زوين في ترطيب وتلميع الشعر. طافيلات هذه الوصفه راهي زوينه والله، لا زينه ما شاء الله للشعر، رائعه رائعه تبارك الله. ما نقول لكم هذا منافعها للشعر، كتعطيه واحد اللمعان رائع. ونخلطو، نحاول نحيد الزوائد، كذلك الطافيلات وملعقة من العسل، أي عسل ملعقة، اي عسل تقدو ديروه، ما عدا الا كان داك العسل الحار ديال الدغمس ولا شيء. المهم داك العسل كيكون حار بزاف فيفضل سواء عسل الربيع ولا العسل ديال المحلات العادي. هذا العسل كيعطي واحد اللمعه للشعر رائعه ان شاء الله الطافيلات، وفوائد ملي يغذي الشعر ويعطي كيفكم اللمعه. ملعقة من العسل، ونخلط الكل. ولهي نحاول بيا ما دابت ليا سمو، ما دابت ليا داب ليا نواد كوكو مع سمو، غنحاول نديرو في حمام مريم ونديرو فوق البوطة حتى تمتزج لي مزيان المكونات بهالطريقة هذه، ونعود نطبق الخلطة على الشعر. شتوه راعي نواد كوكو، يعني مزال ما هو راعي، خاصو يدوب. لهنا نديرو فوق البوطة حتى تتجانس للمكونات كامل، ونعود نطبقو على الشعر. المهم الطافيلات راعي غنستمر في التحريك هاك إلين يذوب تماما، ونعود نطبقه على الشعر شوية بشوية. المهم الطافيلات كيف قلت مستمر، نحركها مزيان كيف تشوفوا راه تمتزجت لي كامل المكونات. ملي نبدا نطبقها على الشعر بهذه الطريقة، عندي هادي نهزها بها بحال هك، ونطبقها على الشعر باش تغلغل في اسمو ما يضيعو المسائل، يعني بهالطريقة هادي يلحق هاد الوصفة هادي تلحق حتى الجذور ويستفاد منها الشعر. وبالنسبة للكمية دائما على حساب الشعر، يعني كثافة الشعر سواء كتيف ولا بدا، يعني المقادير نتوما تقدروا تتحكموا فيها، يا تضاعفوها يا تخلوها كما هي. يعني الزانغريديون اللي عطيتكم في هذا الفيديو، المهم اللي نستمر حتى نكمل الكيمياء كامل نديرها للزغبي.
ونعود نخليه واحد تقريبا ساعتين في الشعر، حتى ينشف شعري تماما، ساعتين حتى لساعتين ونص، ونعود نغسله عادي. هاد الوصفة هذه اللي قديت ديروها مرة في الأسبوع، فهي رائعة للشعر، مفيدة وصيغتو الشعر الخشن ولا المجعد، داك الشعر الحرش يعني اللي كيكون نشفان. فهذه وصفة رهيبة رهيبة للشعر. إلى هنا لحقت نهاية الفيديو، إن شاء الله يعجبكم فيديونا لاستحسانكم، واني بكم لا تبخلوا شي من تشجيع والبرتاج للقناة وللفيديو كذلك، واني بكم إلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.